اعترف بنجاح السوشيال ميديا. لانه انت تقدر تشتري فولورز الموجودين على السوشيال ميديا وعلى النت الغنوة تعملها مليون اثنين عشرة بالفلوس، فده مش نجاح، انا لا بتاع ضرب ولا شقلب الحياة. جو السينما بعيد عن هاني شاكر، بعيد عن الاغاني الرومانسية، بعيد عن المواضيع اللي فيها حب ورومانسية وكلام ده. انا لا بتاع ضرب ولا شقلب، احاول اضرب واتشقلب عشان خاطرك يا محمد. احيا امير الغناء العربي هاني شاكر حفل فني كبير وفريد من نوعه في بيروت. النجاح الحقيقي هو نجاحك في الحفل. وقبل اطلاق الحفل اجرى مؤتمر صحفي تحدثنا من خلاله عن اغنيته انسى اللي خان. في حاجه ضيعت كل الحاجات، بالرغم من ان يمكن توقيتها جاي في عيد الحب، انا بصراحه ما قصدتش ان انسى اللي خان تنزل على عيد الحب، هي كان المفروض محضرينها وتنزل قبل كده، بس للاسف الاحداث الاخيره اللي حصلت في غزه وكده خلتنا شويه ناجل نزول الغنوة. على الحظ نزلت في عيد الحب، لكن يعني انا مبسوط الحمد لله بانطباع الناس والجمهور وحبهم للكلام. في صرخت فجرت كل الاغاني. وشنو صار عن مشروعه ويا مروان خوري؟ انا واخد وعد منه انه يحضر لي غنوة في القريب العاجل ان شاء الله يا رب باذن الله هذا المشروع يتم، لان الحقيقه من امنياتي واحلامي ان انا اغني لحبيبي واخويا الفنان الكبير مروان خوري، ان شاء الله يا رب يطلع عمل يليق بي وبيا. مؤخرا اتجه لاطلاق الاغاني السنجل، يا ترى ليش اجل فكره الالبوم؟ يعني انا فرحان بحته انه كل 15 20 يوم بتنزل لي غنوه، الناس بتحس ان الاغاني دايما فريش، بيبقى في تركيز على الغنوه اكتر من انك انت تروحي عامله 10 اغاني فجاه بتبقى وجبه دسمه للناس. يعني ممكن أغاني فعلا تتظلم في الشريط، وبالتالي أنا أفضل أنه يعني الواحد يعمل أغاني سنجل كده أحلى كتير. أنا بعدك بعيش مكسور. وعن شنو تعتمد مقاييس النجومية بالنسبة لهاني شاكر؟ النجاح الحقيقي هو نجاحك في الحفلة، نجاح الغنوة اللي انت بتغنيها والناس بترددها، هو ده المهم بالنسبة لي. انتشار ظاهرة الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات ممكن تؤدي لزوال الذوق الطربي برأي هاني شاكر. أغاني المهرجانات اللي هي بقت شكل تاني وطعم تاني غير الأغاني الشعبية، فن مختلف جدا جدا موسيقيا وكلاما، وأنا مش ضد المهرجانات إذا بتحب ناس إنها تسمعها، أنا مش ضد ده، أنا ضد بس الكلام اللي بيتقال على هذه الأغاني. يعني في نوعيات كتير من أغاني المهرجانات كلامها مرفوض، فأنا ما أحبش يعني إنه هذا الكلام ينتشر، ما أحبش ولادي وأحفادي يسمعوه ويرددوه، ودي الخطورة على فكرة يا محمد.